نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج في هذه الساعة عن كل مهموم، وأن يفرج عن كل مكروه، وأن يرزق كل من أراد من ربه أمرا دعاه فيه، وأن يعطيه حتى يدهشه. اللهم وفق الرجال والنساء. يفرج همه ويغفر ذنبه ويسر امره. شوف اجواء مكة المكرمة الان، سبحانك يا الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.